نروح بقى لأحوال المرور النهاردة ونتابع مع حضراتكم تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة المختلفة، شوارع القاهرة الكبرى طبعا، وهيكون معنا تطبيق بيقول لك الحصري اللي بنقدمه لحضراتكم على قناتنا. نبدأ بكوبري أكتوبر من مدينة نصر للمهندسين، معظمه بيتحرك ما عدا من الدمرداش لرمسيس مش بيتحرك. كوبري أكتوبر زي ما حضراتكم شايفين معانا من المهندسين لمدينة نصر معظمه سالك ما عدا من التحرير لرمسيس ما بيتحركش. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد معظمه بيتحرك ما عدا من المهندسين لساقية الصاوي بطيء جدا. كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين سالك. صلاح سالم بقى من المطار للكورنيش معظمه جميل ما عدا من المطار لبانوراما حرب أكتوبر مش بيمشي. صلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه كويس ما عدا من نفق الأزهر لكوبري 6 أكتوبر ما بيتحركش. المحور من الشيخ زايد للمهندسين معظمه شغال ما عدا من نفق فودافون للدائري مش بيمشي برضه. المحور من المهندسين للشيخ زايد سالك. طبعا بعد ما اطمنا دلوقتي على حاله المرور اللي هي يعني مش سالكه قوي يعني زي ما انتم شفتوا معانا، ونفكركم ان التطبيق بيقول لك اكسكلوسيف على شاشه قناه تان وبرنامج صباح الورد هيكون في اوتوماتيك ابديت كل 10 دقائق على مدار الساعتين.